ميدان البطحة الذي يحتضن هذه الانطلاقة للمحطة الثانية من جائزة سيف التميز للموسم 2023-2024، حيث هذه المحطة تأتي بدعم مستمر ومتواصل من شركة رمال الصحراء للنفط والغاز، المتابع لها دائما وأبدا الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي. كما نرحب براعي حفلنا للسباق هذا اليوم، سفير للسلطنة، سفير للتضمير وفي كل مكان وزمان، عبد الله بن طويرش الوهيبي. مرحبا يا ابو محمد، ننطلق مباشرة بانطلاقة شوت البندق. ألموا يا أهل القعدان، أتقدم مباشرة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى هذا الاسم اللي ينطلق المهند سعيد بن سنوت المحاربي. المركز الثاني الوصول من سياف أحمد بن محمد العامري. المركز الثالث تابع الاسم اللي تدخل على ثالث المراكز، هذا سياف أحمد بن محمد العامري. أعود إلى المركز الثالث، هذا الاسم اللي واصل شعار بدر بن عبيد آل نيبي مقدما لانطلاقة شرطة. أعود إلى بن سنوت، أعود إلى بن سنوت، من يقدم هذه النجومية؟ من يبدع بهذا الانطلاق؟ ولكن العامري، العامري واصل من هذا الجانب، يتقدم عصاته ببطانه طارا القعدان. شوت البندق، يلا يا آل القعدان، التنافس الثنائي ما بين هذا الاسم أحمد بن محمد العامري بطل أول الأشواط مقدما لروعة، يأتي بانطلاقة هذا النجم شاهين. ما شاء الله يا هذا الانطلاق، شوت البندق، سجلوا باسم هذا البطل، سجلوا باسم سياف أحمد بن محمد العامري بطل شوط الإبكار، يأتي مع شوط القعدان الكاس والبندق في يد العامري، ويستحق هذا الإنجاز الكبير. تسلم يمينك يا من يراقب عملية التضمير. الحضور المتميز، المركز الثاني شعار بن سنوت سعيد بن سنوت المحاربي من قدم المهند، المركز الثالث شرط بدر بن عبيد الينيبي. أعود وأهني مالك سياف أحمد بن محمد العامري. دقيقتين 5 ثواني وسبعة أجزاء من الثانية، توقيت مميز، تهانينا والناموس.